السلام عليكم. لك وعد افتتاح مدينة العرائش. النادي نصل العرائش. يعني كيدربوا ابراهيم القنفودي؟ نعم. كان كيدربوا يعني النادي ما بقاش دابا ولا شباب العرائش. شباب العرائش دابا انت كتعاونهم في الاداره ولا في التعطير وداك الشيء؟ نعاونهم وديما. واش يمكن تقول على المشاركه ديال شباب العرائش في يعني في هذا السباق ديال بكاره العدو الريفي؟ المشاركه ضعيفه ما جاوش الدراري بزاف بالنسبه يعني مسافرين، هذا هو العذر اللي عندهم وجاو يعني في نهايه الموسم. نعم اخي بالنسبه للدراري. وانت كيفاش كانت المشاركه ديالك مع المسنين فئه المسنين؟ الحمد لله احنا جينا اول سباق في بكاره، جينا نساهموا معهم دعموهم يعني في هذا السباق، دعموهم ان مبادره في محلها وافتقدنا مدينه العرائش، ما بقاش بالنسبه للسباقات في مدينه العرائش. شنو هي الرساله اللي كتوجه للممارسين القدامى ديال مدينه العرائش اللي كانت على القوام هي الاولى في الاقليم ومن بعد تراجعت يعني الحضور ديالها دابا ولات ما موجوداش يعني كانت مسابقات في الجامعه ولا في العدو الريفي ولا شيء؟ نعم كانت عندها مشاركه مشرفه، كانت تشارك في عده مناطق في الشاون في تطوان، داك الشيء قل بالنسبه لدابا. الرساله اللي تنقول للمسنين ولا الصغار، الانسان يمارس الرياضه، احلى حاجه كاينه هي الرياضه، بالنسبه للرياضه ما عندهاش سن، الرياضه للجميع.